غادي يكونوا معرضين لك ان شاء الله. فقت مع الصباح، فطرت ولدي، فطرتهم هما، تيفيقوا معايا. بنتي كتفيق قبل الفجر، كتلعب ليا بشعري، كنوض العمال، العمات تتوصل الساعه 7. نطيبت الفطور، فطرته، فطرت ولادي بجوج، لبست ولدي، ولدي اللي كيمشي يقرا، لبست حوايجو وديته للمدرسه. رجعت بقيت غير مع جد ورؤيه، بقيت كنجمع في الدار، ساليت دابس مع مول الدار، تقطع لي كل ساعه في الضوء، كل ساعه تعيط راجلي، قلت لي دابا تجي في العشيه تلقى لي حل، مستحيل. قلت لي نزيد هذا النهار نزيدو في جمه، وبحال ربي بحال ربي علم لي على هذيك الدار. قلت لي مستحيل نجلس في هذه العشيه، مو في عشيه تجي تقلب لي على بلاصه اخرى. كيدعي ليا في ولادي، ما عرفتش كيفاش ربي استجاب لي الدعوه ديالو. تيقول لي سكتيهم، هما سكتوا في خاطره، هما عمالي كتعي فيا انا، علاش تدعي ليا في ولادي؟ علاش تقول لي سكتيهم؟ شفنا الدراري تعينوا، ما شفناش بحال ولادي، هما مشاو، هادوك عمالي كتعي فيا انا. بقيت كنغوت، وصلت 12، طيبت الغدا، سكت البوطه، خزنت البريكه على ولدي كيمشي ليها يوميا، باش نقول السارجون اللي حرقوا السارجون كيدير راجلي بالليل. انا كنشارجي تليفوني بالليل، كاين عندنا واحد سارجون في الصباح كان هكا يهزو كيديه مع الخدمه، كيشارجي بيه تليفون. وصلت لوحده، خرجت من الدار، لبس حوايج، قال لي ولدي يا ربي كنت نضحك مع انا في الكوزينه، كنضحك انا وياه. قال لي يا ماما ربي اللي عالم، هذا اليوم الهضره اللي خرجها ما عمرني سمعتها على ولدي الكبير، ما كيعرفش يقول اسلام. هذيك كنقول اليوم خرج اسلام، شويه لعبتي لعبتي لعب. قال لي ماما، قلت لي قال لي في غاد، قلت لها امشي امشي على الحانوت. قال لي جيبي خالو. قلت لي شكون انا خالو؟ واحد انا واحد فيهم. قال لي محسن، حيت منعي ما كيعرفش يقولها، ما كينطقش بديك السميه، وربي اللي شاهد لي لا ما قالهاش. بشويه قال لي عجبي اسلام من المدرسه؟ قلت لي اه. قال لي عجبي الشوكولات؟ قلت لي اه ولدي. قال لي ماما في الجوع. قلت لي انا نمشي للمدرسه ونجيب اسلام ونتغداو كاملين والنعسوا. مشيت للمدرسه، دخليتها بحالك، سديت الباب، صورته من برا. يعني حيتي الضوء، انت نطقتي الضوء، شفت كل شيء، ما عرفتش ديك العافيه انا لحد الان مستغربه. انا ديك العافيه اللي شعلت في الدار. ثق بيا، سكرت البوطه، خزنت البريكه، ما كاينش السارجون، ما كاين حتى شي حاجه اللي غادي يشعل بها العافيه. انا حاليا تنقول مستحيل كي دارت شعلت هذيك العافيه. شنو كطالب دابا انت؟ كنطالب والد، بغيت غير نشوف ولادي توحشتهم. والله ما باغا من شي حاجه، ما باغا حتى شي حاجه. انا بغيت غير ولادي توحشهم، نشوف توحشت ولادي. انا حاليا دابا الليل قرب، خايفه خايفه بزاف من الليل، والله الا خايفه. حيت ولادي كاينه راس حدايا، واحد هنا واحد هنا. بنتي صغيره، يا ربي كتقول ماما، يا ربي كتقول ماما، ما كتكملهاش، باقا صغيره، يلاه عنده 9 شهور. ولدي الاخر يا ربي غادي طالع. السلام عليكم، انا الاب ديال الوليدات اللي ماتوا بسبب احتراق. انا كنت خدام، ما كنتش في الدار، وعيطوا لي في التليفون شي جيران، قالوا لي جيران ولادك تخنقوا بالعافيه، قالوا لي راه مات. انا تصدمت الحقيقه، تصدمت، جيت كنجري، يعني جيت لقيت السلطات، يعني داروا شغلهم، داروا الخدمه ديالهم، دوهم لات لابيرونس، داتهم للسبيطار. شي هو قالوا اختناق، يعني العافيه، انا ما عرفتش المصدر من جاي، ما عرفتش. تحرقوا ما والو؟ لا ما تحرقوش، اختناق. شحال لات الامر ديالو؟ العائله صغيره عندها 9 اشهر، والعائله عنده 3 سنين ونص. كيفاش تلقيت بهذا الخبر؟ راه كتعرف هادشي حاجه. تقدر تقول لنا الساعه اللي وقع فيها الاختراق؟ انا عيطوا لي مع الجوج وشي حاجه، جوج وربع، جوج تقريبا. هذا هو اللي عارف دابا حاليا، هي قالوا العافيه. انا من طلعت للدار ما لقيت الدار ما فيها حتى حاجه، كلشي تحرق، لقيت حتى حاجه. دابا حاليا دابا انا في الزنقه، ما كاين شي. واخا شدك الدار ديالك؟ لا كاري. شحال من داوتي في الدار؟ تقريبا شي 3 سنين ونص، هذاك 4 سنين. ما وقع شي مشكل؟ لا لا، ما كاين لا عندي حتى شي مشكل مع شي واحد ولا. يعني هذا الحريق هذا هو اول مره؟ اول مره. يعني ما كاينش معكم شي زعما السبب، علاش ولا هما؟ انا سمع الشهود العيال اللي كانوا تقولوا بانه حارق، يعني راك كتطلع للفوق راك كتلقى الدنيا محروق، كلشي محروق، ما كاين حتى حاجه ما بقات، يعني كلشي تحرق، المواد ديالي كاملين كلشي تحرق. شنو كنطلبوا؟ كنطلبوا غير السكنه، فين سكنوا انا والوليد اللي باقي والمراه ديالي.
وقدر الله وشافها قدر الله الحمد لله. هنايا تجات ديك المراه عيطت ليا قالت ليا جي العافيه شعله في الدار. ملي جينا ما عرفنا فين، كنطلعوا الفوق الدخان خارج مع الباطيو هذا. ملي داك كنسمعوا الصدى حنا هذيك الساعه عرفنا بلي هاد السكنه هادي دابا تحرقت هاد السكنه وسكنه اخرى الفوق، وهذوك اللي في داك البيت تا هما مساكن مشى لهم داك ديالهم. الحوايج اللي كانوا عندنا حنا في السطح هذوك ديال التصبين وديك الماكينه وداك الشيء كلشي مشى، راه باقي مسيبين في السطح. الصيف اللي تشرج بداك السكنه اللي لتحت تشقت كلشي مشى ما بقى والو. ولي كتب الله ولدي هو هذا. شنو كطالب؟ ها؟ ما طالب ديالك؟ شنو كطالب؟ شنو كطالب؟ واش نطالب؟ انا نطالب المؤمنين يعاونوني هنا ما عندي بلاش. وانا مريض بالكونسير. ها الورقه فين هي ديال الطبيب؟ ها هو الكارني. انا غير المؤمنين دايرين رافديني. واللي عطى الله عطاه. كلشي مشى. ها هي. ها هو البطاقه ديال الطبيب ديال الكونسير. انا دائما تما دائما في السبيطار ديال الكونسير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في 20 فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.